ضيف مثير للجدل، عمل يمكن الناس تفتكره بعمل واحد بس وهو العندليب، ولكنه بعد كده بقى مثير للجدل أكتر، مطرب وممثل، وأعتقد دلوقتي كمان أنه هو بقى عارض للأزياء. شادي شامل منورني النهاردة. بوجودك يا أميرة. عارض للأزياء صح؟ بتعرض أزياء يعني دلوقتي؟ شوية يعني ملحن، ونسيتي ملحن برضو. نقدر نقول أنك أنت بقيت موديل يعني؟ مش قوي يعني، مش زي يعني، عملت حاجات عالمية. إيه البراندز اللي أنت عملتها عالمية؟ عملت جوتشي، يعني ده جوتشي أكتر حاجة. صورت كذا حاجة لجوتشي. في دبي. على فكرة ما هو جوتشي ما بيصوروش مع أي حد يعني، فإيه اللي حصل عشان جوتشي يتواصلوا معاك؟ في دبي بعتوا لي الناس اللي هم بتوع اللي ماسكين البارتيشنز بتاعت جوتشي هناك، وشافوني بالصدفة، كانوا عاملين حفلة، وعملت برفيوم. عملت برفيوم لجوتشي. وأنت حابب موضوع الموديلنج؟ هو جه كده يا أميرة يعني. هو جه كده، لكن انت مش مركز ليه بحبه فيه. لا مش مركز يعني، بس بحبه. بس هقول لك حاجه لاحظتها. اتفضلي يا فندم. دي قعده صراحه بقى، واحنا متفقين ان احنا هنتكلم بصراحه. اوكي. لما شفت البروفايل بتاعك حسيت، وعادي على فكره ومش عيب يعني، حسيت ان انت بتحب نفسك قوي، معجب بنفسك. صح صح. انت معجب بنفسك؟ بحب جدا. نفسي اكيد طبعا، لازم احب نفسي. ايوه طبعا. بتحب ايه في نفسك بقى يعني؟ انت انا حسيتك معجب بنفسك. لا مش معجب بنفسي يعني، يعني معظم الصور اللي انت حاططها او تقريبا يعني 99.9 منها صور لنفسك. بالظبط. ليه؟ مش حكايه. حلو السؤال. عجبني السؤال. انت لسه شفت حاجه جديد السؤال. لا مش حكايه معجب بنفسي، لا انا يمكن واثق من نفسي وبس، وانا قديم برضو يعني، خلي بالك مالهاش دعوه بقديم وجديد. دي واثق من نفسي. مش غرور ولا تكبر، واثق من نفسي. تحب نفسك، تحب شكلك. لازم. انت بتحب شكلك، انت معجب بشكلك، ما تنكرش دي. باين من طريقه تقديمك لنفسك على الصفحات بتاعتك ان انت بتحب شكلك. طب دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ انت قول لي انت ليه ايه اللي بتحبه في شكلك؟ ايه اكتر حاجه بتحبها في نفسك؟ لا انا ما فيش، انا يعني ممكن اكون بحب روحي العاديه التلقائيه. بس تحب جسمك، تحب وشك، تحب شعرك، حابب ان انت تظهر. اكيد. لا وبصحى الصبح ابص لنفسي في المرايه وعادي وادلع نفسي ومفيش اي مشكله. تقول نفسك في المرايه بقى. لا انا احب اعرف. لا يعني بصحى تحب تقولي نفسك ايه؟ بتقول بتشوف نفسك؟ لا انا من الشخصيات دايما اللي بتحب تقعد تكلم نفسها. تقول ايه بقى يعني؟ صباح الخير، ده عادي، ده طبيعي. انت شكلك حلو النهارده، برافو عليك. تقول لنفسك كده؟ لا مش قوي كده، وساعات ما بقاش طايق ابص لنفسي في المرايه. ليه؟ ساعات ممكن ما اعرفش، ما قافل. طيب